التفاصيل الصغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد، والمطبخ النهاردة مختلف مذاقا وشكلا ورونقا. المطبخ الكويتي زي المطبخ السعودي، زي المطبخ الإماراتي، زي المطبخ العراقي، زي المطبخ المغربي، زي المطبخ الأردني، زي المطبخ الفلسطيني، علشان كل الدول العربية اللي بتتابعنا دلوقتي. ولكن تعالوا نعمل الدرابيل. لا، الدرابيل ليه سموها الدرابيل؟ حد يقول لي ليه سموها الدرابيل؟ المنظار اللي بيستخدم لكشف بعض الأمراض عن طريق العيادات الخاصة يسمى في الكويت الدرابيل أو الدربال، فجاية من هنا، هي شبه المنظار بعد ما بتتعمل أهي. حلو أهي، وبرضو بتتابعوني أهي، بتتلف على عود خلة بتاع الشيش كباب أو الشيش طاووق بعد ما بتتحشي حاجة كده، زي نقول مثلا الكرواسون في بداية مراحله أهي. العجينة ما بتاخدش خميرة بتاعت الدرابيل، بتاخد بيكنج باودر وصودا وبيض. تعالوا نعمل العجينة مع بعض والمقادير على الشاشة. مقادير بسيطة وسهلة، وتاني وتالت ورابع. اللي بيتابعوني من أهل الكويت والشعب الكويتي الاتصال مطلوب للتوضيح أو للتفصيل، ونشوف مع بعض الدرابيل. اللي عنده طريقة سهلة غير دي يقول لي. احنا بنعلم للمبتدئات في المطبخ. معايا خلاط، الخلاط ده بحط فيه 2 بيضة. حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتكوت، كمان واحدة كتكوت. حلو الكلام. البيض في قلب الخلاط. حلو قوي. بنحط على البيض يا عم الشيف شوية حليب. شوية حليب. انا هعمل العجينة بطريقتي. مقادير يعني 1 كوب. احنا شفنا المقادير على الشاشة. حلو قوي. شوية دقيق. هنحط كمان 2 معلقة من الزيت. حلو قوي. ما عملتش جديد، انت كانك بتعمل عجينه بانكيك. لا 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 لا، استنى عليا، استنى هسه. بنحط شويه هيل ناعمين. الله. شويه قرفه ناعمه. الله. شويه فانيليا ناعمه. الله. معانا الدقيق ومعانا البيكنج باودر في بقية المقادير، ومعانا من السكر 2 معلقة، والمفاجأة معانا تمر خالي من النوايا يا ست الكل. حذاري تحطي نوايا، هتكسر لك الخلاط وتدي على الساعة اللي شفتني فيها. النوايا هنا في قلب الخلاط هتعمل لك مشكلة. ده تمر عجوة بتاعت سينا، بتاعت الواحات، الأرض الطيبة. والله التمر في إيدي سكر، معقود سكر. دي موجود في اي حته. التمر ده يخش جوه العجينه. عرفتوا ليه الدرابيل قيمتها الغذائيه عاليه جدا؟ الاسم صعب شويه، اسمها درابيل بالدرسين. عارفين ايه هي الدرسين؟ القرفه اللي انا حطيتها ناعمه، القرفه الخشب الطويله اللي بتخش جوه الكبسه وتخش جوه المندي والبرياني والحاجات اللطيفه. حلو الكلام. كل ده مع بعضه انا اضربه في قلب الخلاط. رشه ملح للامانه صغيره، وتعالوا نقلب كل ده مع بعض. البيكنج باودر مع الدقيق هيتحط بعدين في العجين. يلا بينا، يلا بينا. سامحوني معلش، بعتذر. لازم الخليط ده يتطحن جامد جدا بما فيه ان هو تمر او عجوه. وعلى فكره بتلاقوا فيه عجوه ساعات كده طريه نستخدمها عادي. شوفوا الخليط ده كده مع بعض. اقول تاني الخليط ده عباره عن ايه؟ الموضوع شيق النهارده. عباره عن قرفه ناعمه، بيض، حليب، فانيليا. اهو شايفين القوام ده كده، بننزل بيه على الدقيق مع قد ما نحط البيكنج باودر. ده بيكنج باودر بنحطه على الدقيق ونقلبه. اهو
لا ما تتعجنش في الخلاط دي، دي لو هنعمل بان كيك يا فيلسوف. المخرج بيقول لي اعرف ان ممكن تحط الدقيق لو عجان. اه نحط الدقيق ده وناخد الخليط ده في العجان. عجينه البان كيك وعجينه الكريب هي اللي بتتعجن في الخلاط كلها مع بعضيها، لان بتبقى عجينه سائله تميل للقوام الغليظه. اما دي عجينه زي عجينه البيتزا، زي عجينه الفطاير، معجونه معانا اهي ومتقصده جاهزه اهي. شوف اوه ده اه، جيب لي التفاصيل الله يرضى عليك ويوعدك بزياره النبي، قول امين. اه شوف التفاصيل بقى، الدرابيل بالدرسين، درسين يعني قرفه، مسمار يعني قرنفل، حبهان يعني هيل. نعجن العجينه اهو، شفتي بالعجينه دي بالحاجات دي، ونخلي الخليط بره. شفت العجينه لونها عامل ازاي عشان ما نتخضش؟ اللي مش متابع من الاول ما تقوليش العجينه لونها بني ليه. اللون البني ده جا منين؟ جا من التمر اللي طحنته مع الحليب مع البيض مع القرفه مع الهيل الناعم. عجنت عجينه بالشكل ده كده اهو، حلو. محتاجة تاني؟ محتاجة شوية صغيرين. الله، عجينة فيها كل العناصر الغذائية، يكفي التمر اللي فيها والحبهان. طبعا كلنا عارفين قيمته الغذائية العالية جدا، ينشط الجهاز الهضمي، يخلصنا من الكوليسترول. قرفة مفيدة للقلب، صديقة القلب. مشروب الجنزبيل بالقرفة في الأيام القارصة البرودة، طبعا في الصيف مش مطلوب، ممكن ندخلها. طيب حاضر، هناخد العجينه دي كده. العجينه دي لازم تكتمل في ايدي وانا شغال. شفت هي محتاجه شويه كمان. بس خلاص اوعي تحط ميه، ازعل منك. تزودي من الخليط اللي في الخلاط، عشان كده خليه بزياده عشان ما تفصلش الطعم. يلا ناخدها مع بعض اهي اهي. حلو الكلام. دي عجينه الدرابيل. أقول مكوناتها تاني عشان المتابعين من الأول. عبارة عن تمر، والتمر لسه معايا بواقي منه، أشيل النوى منه وأشيك عليه كويس، وبعد كده بحط 2 بيضة لكام كوباية دقيق، لكوبايتين دقيق، كل كوباية بتاخد بيضة، معاهم قرفة ناعمة، تقريبا معلقة شاي، نص معلقة من الهيل الناعم. اشيل ده كده علشان ايه؟ ما بعرفش اعجن وانا لابس الجلافز ده. حلو الكلام. وهقول لك على حاجه حلوه، تعرفي العجينه حلوه ازاي؟ مش بقول لك طلع من الموضوع زي الشعره من العجينه يا شوقي. هو ده الكلام. ايه اللي دخل شوقي في الموضوع؟ مش عارف، طلع زي الشعره من العجين، انا ايديا تطلع منها كده اهو، طالما مش بتلزق في ايدي خلاص. بنستخدم نشا هنا، ما بنستخدمش دقيق. الله، دي العجينه بتاعه الدرابيل جاهزه معانا. شفت العجينه مطاطيه ازاي؟ بنقسطها يا ناعمين. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقسط العجينه بعد ما عملناها رولز كده بالشكل ده كده. بنقسطها يعني ايه؟ بنقسطها يا مغازي يعني بنقطعها، دي لغه البيكري او الخبازين يعني. حجم ده كويس قوي عشان تطلع معايا في الاخر بالشكل ده. عجينة فيها تمر، ممكن تحط معلقة عسل بدل السكر، يا عسل، وقرفة، وهيل ناعم، وحليب، وبيض. ناخد كده العجينة ونعملها كده زي البيضة اهو، حلو، عشان دي هتتفرد، وبعد ما تتفرد تتلف على ايه؟ على الخلة او التوزبيكس او الاسياخ الخشبيه، او بيبقى لها يعني كده رولز بتلفها بيها. وبلاش ده ولا ده، مفيش اي مشكله، ممكن تجيبي شوكه. ده كده ده موجود عندك اهو بالشكل ده كده. حلو قوي. العجينه معايا اهيت، دي عجينه الدرابيل. الحشوه بقى سهله، ممكن تحط عين جمل مع قرفه وسكر وزبده، ممكن تحط فول سوداني مع قرفه وسكر وزبده، ممكن تحط لوز يا لوز مع سكر وقرفة وزبدة، ممكن تحط بندق، ممكن تحط فستق، زي ما انت عايزة. بس ايه الافضل يا مغازي؟ بصراحة اللوز يا لوز. اللوز بيزيد القيمة الغذائية العالية، بيغذي الجهاز العصبي،
وبعيد الشر عني وعنكم الزهايمر، لأن أوميجا 3 دورها بتحمينا من الزهايمر اللي هو النسيان، ننسى المآسي ولكن نفتكر الإيه؟ المحبة. العجينة معايا زي الفل بالشكل ده كده تقسيطة، وهي لما تتخمر وترتاح هتبقى معانا بالشكل ده كده. مخرجنا الجميل وفرسان التلفزيون المصري نجيب قبل وبعد، وبعد ما لفناها بشبه الدرابيل اللي هو المنظار. ليه سموها الدرابيل؟ لان المنظار في الكويت اسمه الدربال. منظار ده حاجة كده تكنولوجيا الطب، تقدر تخش وتخترق الأماكن المظلمة تكتشف ما هو مطلوب، وربنا يكفينا شره. شفتوا الحلاوة دي؟ حبيت تطلعوا فاصل عشان أنا عايز أروق الكاونتر بتاعي عشان نفرد الدرابيل المتقسطة دي وندخلها الفرن. أنا معاكم يعني، بس أنا عايز أطلع فاصل لأن أنا عايز ألم ده. يلا. العجينة زي الفل أهيت، بنقسطها بنعمل 20 30 واحدة. يبقى إحنا شفنا المقادير قبل على الشاشة، بعد ما خمرناها وارتاحت العجينة قسطناها بالشكل ده كده بعد ما عجناها كويس بالتمر، حطيناها في شوية نشا معانا بالشكل ده كده أهي، دي الدرابيل. هنفردها دلوقتي بالنشابة، هتبقى معانا بالشكل ده كده، نقليها في الزيت. دي محشية إيه؟ ممكن لوز، عين جمل، فستق، فول سوداني، اللي عندك، أهم حاجة القرفة، لأن اسمها الدرابيل بالقرفة، اللي مش عايزة تحط قرفة بلاها. حلو الكلام، ممكن تحط سكر بودر عادي، بس القرفة قيمتها زي عالية جدا، وهي المفيدة وهي المسمى ليها. هنطلع فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد تابعوني. التوبنج او الحشوه بتاعه الدرابيل بتختلف من بيت لبيت ومن عائله لعائله ومن قبيله لقبيله حسب الدرج، حسب التلاجه. في لوز اهلا وسهلا، في مكسرات اهلا وسهلا، في فستق حلبي اهلا وسهلا، في عين جمل يا ويلي، عين جمل دي حاجه تانية. هنحط يا عم الشيف شويه سكر، دي الحشوه، ومع السكر يا عم الشيف مكعب واحد من الزبده. حلو الكلام، حلو الكلام. وهنحط يا عم الشيف شويه سكر بودر، ونحط المكسرات. ده لوز متحمص ومطحون، خلي بالك انا بحب اللوز المتحمص ما بحبوش ني. طب هل اللوز المتحمص لما يتحمص وناكله بيفقد قيمه غذائيه؟ لا، لو انت حمصتيه من غير ملح دي قرفه ناعمه، ني زي متحمص عادي. دي قرفه ناعمه، دي الحشوه. قرفه زي السينابون بالظبط، بس في السينابون طبعا مش بيحطوا مكسرات جوه العجينه، بيحطوا قرفه وزبده وسكر، سكر بني كمان. ما لقيتيش سكر بني، هات السكر بتاع التموين وحط عليه معلقه قرفه او معلقه عسل، بقى سكر بني تاني. علشان تصنعي السكر البني في البيت بما ان سعره غالي، هتجيب السكر بتاعنا بتاع التموين العادي وتحط عليه معلقه عسل اسود يتحول لسكر بني. دي الخلطه، شويه هيل صغيرين، ونقلب ده. حلو الكلام. هناخد الخلطه دي ونخليها على جنب، ونفرد دربال والتاني ونحشيه، واحنا معانا شويه بسم الله ما شاء الله، ونحمرهم في قلب الزيت. يطلعوا من الزيت نرش عليهم سكر بودر، ممكن تحط شربات، ممكن تحط صوص شوكولا، زي ما انت عايزه بقى، اخترع يعني، مفيش اي مشكله. خلينا اديك الفكره وانت اشطر مني. ناخد واحده درباله من دول كده ونفردها بيدنا الشابه. حلو، بسم الله الرحمن الرحيم، تبقى رؤيه قوي، خلي بالك. تبقى رؤيات جدا جدا جدا، عامله زي الفطير المشلت ده. حلو. العجينه طالما ما فيهاش خميره بتتفرد معاك زي ما انت عايز. حلو، شفت الحلاوه دي؟ ملاح اهي، شفت العجينه اهي، زي بص زي الورقه اهي اهي، درباله. حلو الكلام. احطها كده واحط شويه حشوه. اخواننا اللي بيتابعوني من الكويت، من الخليج، يعني لو في بعض الملاحظات قولوا لي اتعلم واجيب المعلم ده
بتاع الشيش الشيش كباب او الشيش طاووق والفها كده. تفاصيل صغيره يا فاروق، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد، يوعدك بزياره النبي انت والاساتذه المصورين. اه رولز اهي، حلو ده دربال. بعمل ايه عشان افكه؟ باجي من قدام كده واجي عامل كده واجي صاحبه كده. الله اهو ادي دربال. حلو الكلام. تاني نعمل واحده مع بعض. وراك حاجه؟ طيب ما وراناش حاجه، احنا عندنا الكبه بالشمندر يعني لو في وقت هنعملها، احنا ما وراناش حاجه نعملها بكره عادي. تاد اهو ده دربال اهو، بفرد العجينه كده اهو. والله حلو سهل، تكلفته 3 تعريفه، كوبايتين دي مع 2 بيضه من التلاجه مع شويه قرفه، التمر عندنا من رمضان، كل دول في قلب الخلاط، وعجلنا العجينه وبقت زي الفل، واخده طعم الفانيليا، طعم القرفه الناعمه، طعم الحبان، هي دي عناوين المطبخ العربي. نعم يا استاذه ريحان. اه شفت الحشوه دي؟ دي الدرابيل اهي اهي، شفت اهو اهو دربال. والعجينه لازم تكون رؤيه، لازم اشوف فيها فاروق كده اهو اهو، لازم اشوف فيها الكاميرا من الناحيه الثانيه، خيال الكاميرا اهو، تبقى عجينه رؤيه كده، واخد حشوه اهو تاني اهو. دي هتتقلي في الزيت، الفلاسفه بقى يقول لك نشويها في الفرن، لا لازم نحمرها في الزيت، انا عامل رجيم ما تاكلش يا غالي اهو. حلو نلفها بقى مع بعض اهو، نجيب ده كده المنظار ده كده ونحطها كده اهو، شفت، ونلفها كده وتسيب الاطراف فاضيه عشان تلزق، يعني الحشوه سيب داير ما يدور سنتيمتر، نص سنت تقريبا يعني، او نضغط. يوم اللوز، يوم عين الجمل، يخش جوه العجينه مع القرفه مع السكر، وانا حطيت للامانه مكعب زبده. هتقول لي مكعب زبده ليه يا عبد الشيف؟ عشان الزبده لما تختلط مع السكر والقرفه بتاخدنا في حته تانية وهي سايحه جوه كده اه، شفت اه. ده دربال، نعمل كده نسحبها اه اه، شفت الدرابيل اه. الله والله انا بيعجبني الحاجه، قلت له الامانه والله العظيم وبتكلم بصدق، وانتم تعلمون جيدا ما انطق عن لساني بعد الله سبحانه وتعالى، ان انا بتكلم بتلقائيتي وطبيعتي. الحاجه طالما مش مكلفه وقيمتها الغذائيه عاليه ما نعملهاش ليه؟ دي فيها تمر، الاطفال اللي مش بياكلوا التمر، كل يا ابني تمرايه، السنه النبويه، كل تمرايه زي باباك زي مامتك، لا ليه بتلزق في اسنانه وبتتكعبل جوه بقه؟ عندي سوسو نفس الطريقه، ولكن دي بنتي اسمها حسن على اسم امي رحمه الله عليها، ولكن تحط لها جوه العجينه خلاص هي اكلت منها بسكوته، استفادت بالقيمه الغذائيه، والتمر مفيد بيساعد على بناء الاجسام وكل حاجه وقوه المناعه وحاجه لطيفه قوي. هناخد ده حاضر، الفها ولا بلفها ولا احمر ولا انزل في الزيت؟ وهنزل في الزيت، بالله عليك ما تطلع غير وانا بحمر في الزيت، اهو نلفها كده مع بعض اهو اهو. حلو؟ شغال اهو. حلو قوي تمام. ده دربال اه. خلوها كلها باحجام واحده. ناخد بعدين نروح عند الزيت بالدرابيل، الزيت شديد الحراره. ونرصها كده فين؟ في القلايه اه. ما عندكيش قلايه زي دي حطها في طاسه. وتطلع من قلب الزيت يا مغازي تلاقي زغروته كبيره. ممكن تحط شربات يا شربات، ممكن تحط عسل يا عسل، ممكن تحط سكر باودر. اه ممكن تحط رشه قرفه ناعمه مع السكر البودر اه. ننزل في الزيت، يلا بينا يلا بينا، اللهم صل على النبي اه اه. يلا الدرابيل تسبح وتعوم في الزيت. شفتوا الدرابيل؟ حلو قوي. نقدر نحط شوية سكر بودر كده عليها، ألف هنا وشفا. تقدر تحطها في شربات زي بلح الشام، بس هي العجينة فيها سكر فيها تمر. لو أنت هتاكلها يا مغازي زي ما هي كده بسكوتة، جربي العجينة. أستأذنك يا أستاذة ريحان معلش بعد إذن فريق العمل،
هنجيب المقادير جنب الانتاج الحلو ده، جنب الطبق الحلو ده، والصورة الحلوة بتفاصيلها تعني مليون كلمة على شاشة القناة الأولى. الله الله على الإبداع، فرسان التلفزيون المصري والقناة الأولى والفضائية المصرية. دي الدرابيل مقرمشة، سموها درابيل ليه؟ لأن عشان برضو بيسألوا على الاسم درابيل بالدرسين، الدرسين اللي هي القرفة، والدرابيل اللي هو الدربال المنظار يسمى في الكويت أو في الخليج. حلو الكلام؟ طيب